مرحبا طلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف السين. إذن هكذا يكون شكل حرف سين. سوف أقوم الآن بقراءة الكلمات التي تبدأ بحرف السين. انظروا جيدا إلى لفظ حرف السين. سنبلة، سنجاب، سور، سفينة، سرير، ساعة. إذن هذه هي الكلمات التي تبدأ بحرف السين. سوف أقوم الآن بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية. انتبهوا أعزائي الطلبة حتى تكونوا طلاباً مفكرين ومبدعين. أريد منكم أن تنتبهوا إلى لفظ حرف السين. رن الجرس، سلم سكر على جده ياسين، قالت سمسم أهلا وسهلا بجدي. الجرس، سلم سكر ياسين، سمسم سهلا. إذن هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف السين. هنا أعزائي الطلبة سوف تقومون بهذا التمرين بتتبع النقاط لكتابة حرف السين، ومن ثم عليكم وضع دائرة حول الصور التي يوجد فيها حرف السين، مثل صورة ساعة. ساعة أيضا هي من الأدوات التي تنظم الوقت، ونقوم بمتابعة الوقت من خلالها من أجل الروتين اليومي. جرس، جرس، وفرس. وهنا أعزائي الطلبة سوف تقومون بكتابة حرف السين في أول الكلمة، مثل كلمة ساعة. هل رأيتم إلى شكل حرف السين كيف يكون؟ وكتابة حرف السين في آخر الكلمة مثل كلمة جرس. سوف نقوم أيضا بقراءة القصص الجميلة عن حرف السين. استمعوا جيدا إلى هذه القصة وانتبهوا إلى حرف السين. ذهب سعد وسلمى إلى المكتبة. أمسكت سلمى بكتاب جميل به صور ملونة وقالت انظر يا سعد. هذه صورة سمكة، وهذه سيارة، وهذه سحابة، وفي هذه الصفحة توجد صور ساقية وسماعة وساعة. ضحك سعد وقال هذا الكتاب يتكلم عن حرف السين. إذن يوجد هنا الكثير من الكلمات التي يوجد فيها حرف السين. أريد منكم الاستماع جيدا إلى كلمات حرف السين حتى تكونوا طلابا مفكرين و مستمعين ومثقفين. سوف نقوم أيضا أعزائي الطلبة بالتحدث عن الروتين اليومي وعن أجزاء الجسم في وحدة من نحن. وأخيرا سوف نقوم أيضا بتلوين حرف السين داخل الخط، وسوف نقوم بمتابعة جميع الفيديوهات التي تتحدث عن حرف السين والألعاب التي أيضا تتحدث عن حرف السين. إذن هذا كل ما لدينا عن حرف السين. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وإلى اللقاء في حرف جديد. شكرا.